السيدة حليمة تؤمن أن صغيرها قادر على الاندماج داخل المجتمع، يكفي فقط أن يجد يدا تساعده على الخطو نحو هدفه. هي ضالة وجدتها هنا داخل هذا المركز الفريد من نوعه بقلميم. الحمد لله لاحظنا بأنه كاين تحسن ملموس مقارنة بالعيمان اللي فاتوا، وحتى حنا كنديروا الخدمة ديالنا في الدار وهما كيكملوا وحنا كنكملوا، وكيديروا لنا معنا كيديروا معنا لقاءات تربوية. البرامج الفردية الخاصة فهي عبارة عن أنشطة تربوية تتعلق بتعديل السلوك والتقليد والتركيز، وكذلك كل أنشطة المتعلقة بالتركيز. المركز رأى النور بفضل التئام آباء وأولياء الأطفال التوحديين. هنا سخرت كل الإمكانيات المتاحة وإن كانت بسيطة من أجل إخراج هذه الفئة من قوقعتها. 33 طفلا توحديا يستفيدون من خدمات هذا المركز الذي افتتح أبوابه قبل سنتين. الهدف رقم واحد للجمعية هو تأهيل هاد الأطفال هادو حتى يصبحون قابلين للتدرس، وبالتالي يمكن استقبالهم داخل مدارس اللي هي عمومية أو مدارس خاصة. العمل ديالنا داخل هذه المؤسسة هذه أو هذا المركز ينقسم إلى شطرين. كان الشطر الأولي هو تربوي، وكتسهر عليه مجموعة من المربيات اللي تم تكوين ديالهم والتعاقد ديالهم داخل الإطار، وكان واحد الشق اللي هو شق علاجي. المرحلة الأولى هو التشخيص، سنتأكدوا أن الأطفال عندهم بالفعل عندهم مرض أو طيف التوحد، وكان تصيفطهم لذوي الاختصاص اللي هما كيساعدونا في القيام بهاد لا بريزون شارج، منهم لا بسيكوموتريسيتي ولا لي بسيكوموتريسيان، ترويض النطق لي زورتوفونيست. صغار المركز عادوا مؤخرا إلى الفصول بعد توقف اضطراري خلال فترة الحجر، لكن الرعاية استمرت حينها عن بعد. القيمون على هذا الفضاء الخاص يوجهون رسالة للمجتمع: الطفل التوحدي يمكنه الاندماج عندما نحسن الإمساك بيده.